بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اليوم رح أدلكم إن شاء الله على طريقة تفريز الملوخية. عندي هون أنا ملوخية مغسولة ومفرومة على فرمتها على ماكينة الماكينة الكهربائية. هدول 4 كيلو ملوخية ورق. نظفتهم غسلتهم وفرمتهم وجهزتهم. هون بجهز الأكياس التفريز. طبعا 4 كيلو حسب عيلتك، ممكن تعمليهم 4 اكياس، ممكن تعمليهم 5 اكياس تفريز، 5 طبخات او 4 طبخات. كل طبخه او كل كيس بحط عليه تقريبا زي هذا الكوب مي بتغلي، مع معلقه سكر صغيره، مع معلقه ملح كبيره، وراح اورجيكم الطريقه. نعبي بالاكياس هذه المفرومة الملوخية. عبي نكمل كل الكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كوب مرق كويس، عبى مي، مي بتغلي طبعا، معلقة ملح كبيرة، معلقة سكر بس تقريبا ممسوحة. بحرك بعدين بديرها على الكيس اللي حبينا فيه الملوخية بهاي الطريقة. هاي الطريقة بتضمن لكم انها تضلها السكر مادة حافظة والملح مادة حافظة، وهي الطريقة بتطلع ما بتخلي ولا شوية هواء جوا، أحسن لا تسود الملوخية. وبنفس الوقت إنه ما بنخلي فيها هواء، بتاخدش حيز كتير. أنا هون طلعت عندي، أنا طلعت كبيرة لأنه عندي عيلة، فتقريبا كيلو ورد، فالأربع كيلو عملولي أربع أكياس تفريز. شوفي بضلني أعجل فيها جوات الكيس، بعدين بفردها. شوفي طريقة فردها كيف، انت بتفرديها قد ما تقدري تكون رقيقة عشان يخرج منها الهواء، وتكون سهل لما تيجي بدك تطبخيها بطريقة انه بس تطلعيها قبل ما بدك تطبخي بنص ساعة على طول تنحل. وهيك انا بسكر على الملوخية. هيك بسكر الملوخية من هون وهي هيك عم بحط. هاي خلصت، وهي كمان هاي وحدة فوقيها، وبستمر حتى أخلص 4 كيلو اللي هي الكمية الموجودة عندي، وحطهم بالفريزر. وصحتين وعافية.